اول خبر اتصدر الترند معانا النهارده فهو متعلق بحاله الذعر اللي بيعيشها الشعب الفرنسي وبعض الدول الاوروبيه وكمان المغرب والجزائر، وده بسبب انتشار حشره البق باعداد كبيره جدا جدا في المنازل وكمان الاماكن العامه والمدارس. وكان من اكتر الصور والفيديوز اللي حققت ملايين المتابعه مشاهد لاثاث البيوت الخاص بالفرنسيين واللي مرمي في الشوارع زي ما احنا شايفين دلوقتي في الفيديوز والصور. المشكلة أنه الجزائر والمغرب أعلنوا حالة الطوارئ لأنهم اكتشفوا أن في سفن شحن قادمة من فرنسا وخصوصا مارسيليا منتشر فيها البق بشكل كبير جدا جدا. وعشان نعرف أكتر عن الأزمة دي هيكون معنا دلوقتي مداخلة من الدكتور نادر نور الدين أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيكي، صباح الخير. صباح النور. في البداية إيه تفسير حضرتك للظاهرة بتاعة البق؟ والله هو يعني تفسيرات كتيرة، منها انه تكرار استخدام المبيدات مختلف انواع المبيدات الكيميائية قد تؤدي الى خلق اجيال جديدة من الحشرات بنعاني منها في القطاع الزراعي اكتسبت مناعة كبيرة، حتى ان الاطباء المعالجين للبشر بيحذروا من الافراط في استخدام المضادات الحيوية علشان الميكروبات ما تاخدش مناعة ويظهر بعد كده لينا جيل من البكتيريا أو الميكروبات الممرضة المقاومة للمضادات الحيوية، لأنه حتى لو نجا ميكروب واحد من المضاد الحيوي فمعناه أنه بعد كده هيتكاثر وينتج ملايين الميكروبات التي أصبحت لديها مناعة. نفس الكلام بيحصل في الحشرات، أن تكرار استخدام مبيدات بعينها بتؤدي إلى اكتسابها لمناعة، وفي نفس الوقت بتخلق أجيال جديدة من الميكروبات المضادة للمبيدات، ونفس الكلام في حشائش، حتى في الحشائش اللي بنقاومها علشان لا تشارك النباتات والمحاصيل في امتصاص العناصر الغذائية وغذائها من التربة. وجدنا أيضا أن خلقنا حشائش عملاقة مقاومة لتأثير المبيدات الحشرية، وبالتالي كل مبيدات الحشائش أصبحت الآن بعضها كثير منها مقاوم للمبيدات، وبالتالي الامر بيستوجب ان احنا من وقت للتاني نجدد الماده الكيميائيه الفعاله اللي بتتعامل سواء مع الحشائش او مع الحشرات. التفسير الفرنسي قال انه ده نوع جديد نتيجه للافراط في استخدام المبيدات البق الفراش، فبالتالي ادى الى خلق جيل جديد لا يستجيب لاي مبيدات، والامر يحتاج انواع جديده غير معروفة من قبل. ولكن بعض التفسيرات الغربية قالوا يجب أيضا ألا نستبعد تصنيع القنابل البيولوجية أو الحرب البيولوجية، لأن كثيرا من المعامل البيولوجية بتنتج أنواع كثير من الحشرات المزعجة. يعني يمكن في الشرق الأوسط من نحو سنتين ثلاثة ظهر أنواع يعني غازت المنازل عبارة عن صراصير صغيرة لا تستجيب لأي نوع من المبيدات، واستمرت نحو شهرين ثلاثة ثم اختفت كما ظهرت. فبرضو لا يجب أن نستبعد أنها أيضا تجارب على إنتاج القنابل البيولوجية أو نوع من استخدامات الحروب البيولوجية. التجارب أحيانا بيظهر منها أو بيهرب من المعامل هذه، زي بالضبط الأنفلونزا الأخيرة أو الكورونا اللي سموها الكورونا المستجدة. مستجدة ليه؟ لأنه لم تكن موجودة من قبل، وبالتالي قد تكون نتاج انها خرجت من اماكن بيولوجيه او معامل بيولوجيه اتهمت فيها الطيب. فيجب ان نضع كل هذه الامور، انها الافراط في استخدام المبيدات والمضادات الحيويه غير مطلوب، ان ايضا التجارب البيولوجيه لا يجب ان تتم في مناطق فيها كثافه سكانيه. طب دكتور نادر، ازاي احنا نحمي البيوت من الحشره دي؟ النظافه. النظافة هي أولا وقبل أي شيء. طبعا بعض التفسيرات بتتكلم على أن بق الفراش بينطبق عليه نظرية الخلق الذاتي، يعني معنى أن وضع السراير جنب السرة جنب الحوائط، أن الواحد ينام لازق في الحيطة، النفس بتاعه بيضرب في الحيطة، بعد شوية تلاقي بدأ تظهر يعني بقع بنية اللون ثم تتحول إلى بق، فبالتالي يفضل أن يكون الأسرة بعيدا عن الحوائط، ما يبقاش في زحمه في غرف النوم ينام فيها اعداد كبيره. انما والنظافه اليوميه وملاحظه اي تغيرات على الحوائط او في الاسره، وطول ما في نظافه طول ما في اماكن بيدخل فيها الشمس، وكانت الحشرات مش بتتاثر كثيرا بالشمس
الا اذا كانت شمس مباشره فوق 45 او ثلج مباشر ناقص 30 درجه. فبالتالي بس هي النظافه والابتعاد عن الاسره، وانه دايما نهتم بالنظافه اليوميه لغرف النوم على وجه الخصوص حتى لا يبدا فيها هذه الحشره في التكون كخلق ذاتي ثم تنتشر بعد ذلك الى البيوت المجاوره والشقق المجاوره. دكتور نادر نور الدين، بشكر حضرتك جدا على مداخلتك معنا.